السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة رائدة بشر في درس جديد من دروس اللغة العربية. ماذا سنتعلم اليوم؟ فعالية الافتتاحية، ألغاز لغوية. سنتعلم قصيدة فكر بغيرك للشاعر محمود درويش. سنقرأها ونفهم أهم الأفكار والمواقف التي عبر عنها الشاعر في قصيدته. سنتعلم مفردات جديدة وردت في القصيدة اعتمادا على السياق. ماذا يجب أن نحضر للحصة؟ دفتر وأقلام. نبدأ بمتعة. نحل اللغز الأول. اسم إشارة يقرأ من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، فما هو؟ هذه. اللغز الثاني. شيء موجود في السماء إذا أضفت له حرفا أصبح في الأرض، ما هو؟ هل عرفتم؟ إنه منجم، نجم في السماء أضفنا له ما أصبحت الكلمة منجم في الأرض. أحسنتم. اللغز الثالث. تاجر من التجار إذا اقتلعنا عينه طار، من هو؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، عطار. أحسنتم أعزائي. واللغز الرابع. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ هل عرفتم؟ ممتازين. القلم. أحسنتم. ما الذي نعرفه من قبل؟ لقد تعلمنا في دروس سابقة عن الشعر بأنه أحد الأنواع الأدبية الجميلة والراقية، وأنه يمتاز بالوصف واستعمال التعابير العاطفية واللغة المجازية مثل الإيحاء، الخيال، التشبيه، التشخيص، التكرار وغيرها. ما الذي نعرفه من قبل أيضا؟ النص الواحد من الشعر يسمى قصيدة. للقصيدة مبنى خاص بها. في القصيدة يعبر الشاعر عما يشعر به، يفكر به، أو يتطرق لمعالجة موضوعات تهمه. والآن سنتعلم ما هو أصل كلمة شعر. شعر مفرد والجمع أشعار. الجذر شين عين راء. الفعل المجرد الثلاثي شعر. كلمات مشتقة من نفس الجذر يشعر شعرا شعور، فهو شاعر والمفعول مشعور. الشعر هو شكل من أشكال الفن الأدبي، هو أرقى نوع الكتابة، وهو كلام موزون مقفى يحتوي على الوصف والخيال، العاطفة والتلميح. ما أصل كلمة قصيدة؟ جمع قصيدة قصيد أو قصائد. جذرها قاف صاد دال. ق
قصد الشاعر بمعنى أنشد قصائد، وتتألف القصيدة من 7 أبيات فأكثر. يفصل الأدب العربي بين الشعر والنثر. القصيدة نص شعري موزون مقفى، قد تكون القافية ثابتة أو متغيرة. ترتكز القصيدة على عنصرين أساسيين، وهما الوزن والقافية، وتتناول القصيدة موضوعة معينة. الآن سنتعلم قصيدة فكر بغيرك للشاعر محمود درويش. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، لا تنسى من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. ما رأيكم أعزائي؟ أليست قصيدة جميلة؟ ما الذي أعجبكم للوهلة الأولى؟ أهو الإلقاء أم الوزن والقافية؟ ربما المضمون. دعونا نقرأ القصيدة ثانية ثم نفهمها. من منكم يريد أن يقرأ قراءة معبرة؟ يجب أن نقرأ أعزائي بصوت جهوري، وأن نحرص على الوضوح عند قراءة مخارج الحروف، ونراعي علامات الترقيم أثناء القراءة. إذن من منكم يريد أن يقرأ القصيدة؟ نعم، تفضلوا بالقراءة. نعم، قصيدة جميلة. انظروا إلى العنوان فكر بغيرك، ماذا تفهمون من العنوان؟ العنوان فكر بغيرك، ماذا تفهمون من العنوان؟ نفهم من العنوان أن الشاعر يدعونا للتفكير بالآخرين. هذه العبارة لم يتخذها درويش فقط عنوانا لقصيدته، بل تكررت 7 مرات على امتداد القصيدة، ذلك للدلالة على أهميتها. فهذه هي رسالة الشاعر ودعوته للابتعاد عن الأنانية والتفكير المفرط بالذات والاهتمام بالغير. السؤال الثاني، ماذا نسمي الإنسان الذي يفكر بنفسه فقط؟ لماذا يجب أن نفكر بالآخرين؟ نعم أعزائي، هل قمتم بحل السؤال؟ سأعرض عليكم الإجابة. الإنسان الذي يفكر بنفسه فقط نسميه أنانيا،
وهذه صفة سلبية. يجب أن يفكر الإنسان بغيره لأنه يعيش في مجتمع وليس بمفرده، فهو يحتاج الآخرين كما يحتاجونه، إذ يجب أن يكون تعاون بين أفراد المجتمع. فهنالك حاجة للمعلم والطبيب، للمهندس والبناء، للنجار والحداد، للفلاح والخباز والخياط وغيرهم من أصحاب الحرف، فهو لا يستطيع العيش بدونها، كما لا يستطيع أن يقوم بكل هذه المهن، وربما يكون أحدهم من الفقراء. عندها يجب مساعدتهم لنشر قيم العطاء، التعاون، المحبة، المشاركة، ويكون المجتمع متكاتفا، متآلفا، متماسكا. والآن السؤال الثالث، أي ضمير استعمل الشاعر في عبارة فكر بغيرك، ولمن يوجه كلامه؟ إذن أي ضمير استعمل الشاعر في عبارة فكر بغيرك، ولمن يوجه كلامه؟ نعم أعزائي، هل انتهيتم من الحل؟ أتوقع ذلك. استعمل ضمير المخاطب أنت، فكر أنت بغيرك، وجه كلامه للقارئ. السؤال الرابع، ماذا يرجو الشاعر من عبارة فكر بغيرك والتي جعلها عنوانا للقصيدة؟ إذن ماذا يرجو الشاعر من عبارة فكر بغيرك والتي جعلها عنوانا للقصيدة؟ نعم أعزائي، يرجو أن يكون المجتمع معطاء ومتفهما ومتعاطفا ونقيا من أي عيوب. أحسنتم أعزائي، إجابة وافية. السؤال الخامس، ماذا يطلب الشاعر في البيت الأول؟ وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام. إذن ماذا يطلب الشاعر في البيت الأول؟ أن لا يستأثروا خيرات الدنيا لأنفسهم وينسوا الفقراء المحتاجين في الأرض. إذن أن لا يستأثروا خيرات الدنيا لأنفسهم وينسوا الفقراء المحتاجين في الأرض، عليهم دائما التفكير بهم. انظر إلى البيت التالي، وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام. لماذا استخدم كلمة فطورك ولم يستخدم عشاءك مثلا؟ إذن لماذا استعمل الشاعر كلمة فطورك ولم يستخدم عشاءك مثلا؟ نعم أعزائي، الإجابة لأنها وجبة أساسية وضرورية لكل إنسان، فهي تزوده بالطاقة اللازمة لمزاولة عمله طيلة النهار، في حين يحرم منها بعض الناس بسبب الفقر والعوز. فأراد الشاعر تذكيرنا بهم، وينطلق في قصيدته من هنا، أي من لقمة العيش. السؤال السابع، لماذا استخدم كلمة الحمام في الشطر الثاني من البيت؟ وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام. إذن لماذا استخدم كلمة الحمام في الشطر الثاني من البيت؟ نعم أعزائي، أنتظر
إجاباتكم. استخدم عبارة الحمام لأنه طائر مسالم ليرمز إلى الإنسان الضعيف المحتاج الفقير، ولأن غذائه غير مكلف فهو حفنة صغيرة من الحبوب. إذن يطلب الشاعر من الإنسان الغني ميسور الحال أن يفكر عند إعداد وجبة الفطور بغيره من المحتاجين الذين لا يجدون ما يتناولونه عند الصباح في بداية يومهم، وذلك لعدم توفر المال معهم. ننتقل للسؤال الثامن. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام. إذن وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام. ما هو تفسير هذا البيت؟ إذن ما هو تفسير هذا البيت؟ انتظر أعزائي. هل أتممتم الإجابة؟ نعم، أحسنتم. المقصود ألا يستأثر الإنسان القوي والغني خيرات الدنيا كلها لنفسه، وهو يكافح ويصارع في الحياة بهدف الكسب والربح ولو كان على حساب غيره. فهناك المحتاجون المسالمون الذين لا يحاربون ولا يصارعون، بل يتعاملون بروي وهدوء وسلام دون ضجة وعراك من أجل تحصيل قوتهم. وهذه دعوة لأولئك الأغنياء الأقوياء بأن يلتفتوا إليهم ويساندونهم، أو على الأقل يتركون لهم فرصا لحياة كريمة والعيش بسلام. والآن ننتقل للسؤال التاسع. متى أيضا يطلب من القارئ أن يفكر بغيره حسب البيت أدنى؟ إذن متى يطلب من القارئ أن يفكر بغيره حسب البيت أدنى؟ والبيت هو: وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، لا تنسى من يرضعون الغمام. نعم أعزائي، قوموا بحل السؤال. هل أتممتم الإجابة؟ نعم. إذن حين يسدد فاتورة الماء، وما المقصود بذلك؟ المقصود أولئك الذين لا يجدون قطرة ماء تروي ظمأهم، فهم يبحثون عن قطرات الماء في السماء، دليل على دعواتهم أيضا للعدل والمساواة مع أولئك المسرفين الذين يبذرون المياه ولا يحسبون حساب أحد. أحسنتم أعزائي. فلننتقل إلى السؤال العاشر. من هم شعب الخيام الذين يقصدهم في البيت التالي؟ وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. إذن من هم شعب الخيام الذين يقصدهم في البيت التالي؟
هل أتممتم الإجابة؟ بما أنه فلسطيني الأصل، لا شك أنه يقصد أبناء شعبه الفلسطينيين الذين تهجروا من وطنهم وطردوا من بيوتهم وشردوا وأصبحوا بلا مأوى، لاجئين يسكنون الخيام. نعم، أحسنتم أعزائي. السؤال التالي: ما معنى كلمة تحصي في البيت التالي؟ وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. إذن ما معنى كلمة تحصي في البيت التالي؟ من السياق أعزائي: تعد. عد الكواكب والنجوم عندما يخلد الإنسان للنوم في فراشه، هذا معنى تحصي. والآن أعزائي، هذه عادة اجتماعية قديمة عند الناس، حيث كانوا يتأملون الكواكب وكأنهم يحصون عددها، غير أن بعضهم كان يفكر بما عمله في ذاك اليوم، أو يفكر بهمومه. والآن إلى السؤال التالي: ما معنى كلمة حيزا في البيت التالي؟ وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. إذن ما معنى كلمة حيزا في البيت التالي؟ من السياق يمكننا معرفة معنى الكلمة. هل عرفتم أعزائي؟ مكانا. أحسنتم أعزائي. النوم يكون في مكان مخصص، إذن مكان. وهنا يتوسع درويش في حديثه ليشمل المشردين الذين لا بيت لهم ولا مسكن، بل مكانا صغيرا ومحدودا للنوم. ننتقل للسؤال التالي: ما المقصود بعبارة تحرر نفسك بالاستعارات في البيت التالي؟ إذن ما المقصود بعبارة تحرر نفسك بالاستعارات في البيت التالي؟ وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. إذن المقصود بالعبارة: وأنت تعبر عن نفسك بحرية كيفما شئت. نعم، وأنت تعبر عن نفسك بحرية كيفما شئت. ما هي الاستعارة؟ ما هي الاستعارة؟ الاستعارة استعمال كلمة بدل أخرى لعلاقة المشابهة معها في استعمالها، كاستعمال أسود بدلا من جنود. والاستعارة تبين القدرة والكفاءة اللغوية عند قائلها أو كاتبها، وقوته في التعبير عن النفس. أما الصورة التي يبرزها درويش هنا هي المقابلة، مقابلة من يجدون التعبير بحرية دون أي قيد أو شرط، مقابل أولئك الذين لا يحق لهم بالكلام، فيمنعون حتى من الإدلاء بآرائهم.
نعم أعزائي، وننتقل إلى السؤال التالي. من هم برأيك من فقدوا حقهم في الكلام؟ من هم من فقدوا حقهم في الكلام؟ نعم أعزائي، انتظروا قليلا ريثما تحلون السؤال. هل أتممتم الإجابة؟ أتوقع ذلك. من فقدوا حقهم في الكلام هم فئة المستضعفين من محتاجين وبسطاء الذين لا يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم، والآن إلى السؤال التالي. من هم البعيدين الذين يقصدهم في البيت الأخير؟ من هم البعيدين الذين يقصدهم في البيت الأخير؟ وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. إذن من هم البعيدين الذين يقصدهم في البيت الأخير؟ أي إنسان ممكن أن تفكر به يعتبر بعيد. السؤال التالي، ماذا يختلف البيت الأخير عن باقي الأبيات في القصيدة؟ هنالك اختلاف، ما هو هذا الاختلاف؟ وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. نعم أعزائي، هل أتممتم الإجابة؟ أحسنتم. في جميعها قرر عبارة فكر بغيرك، أما في البيت الأخير استعمل فكر بنفسك. الأولى دلالة للإنسان الأناني الذي يحب نفسه ويفكر فقط في نفسه، والثانية أيضا قد توحي للوهلة الأولى بأنها دعوة للأنانية، لكن سرعان ما يتدارك درويش ويلغي هذا المعنى في الشطر الثاني، حين يدعو لإلغاء الذات والتضحية من أجل الآخرين. أحسنتم أعزائي. والآن وصلنا إلى الإجمال. قمنا اليوم بقراءة قصيدة فكر بغيرك وشرحنا أبياتها. فهمنا موضوعة القصيدة وهي أن الأغنياء ليسوا وحدهم على مساحات هذا الكون، وأن لا يستأثروا خيرات الدنيا لأنفسهم وينسوا المستضعفين في الأرض بغير طعام وحقوق. كذلك تعلمنا موقف الشاعر من الموضوع، حيث يطلب من القارئ ليس فقط التفكير بالآخرين بل تقديم المساعدة لهم. كما تعلمنا بعض الكلمات الجديدة والتعابير، منها تحصي، حيزا، تحرر نفسك، شعب الخيام. كذلك تعلمنا تعريف الشعر والقصيدة. نواصل التدرع في مهمة بيتية. الشاعر يطالب بتكافل اجتماعي من خلال مطالبته للقارئ بالتفكير بغيره وتقديم المساعدة له. ما رأيك عزيزي الطالب بهذا الموقف؟
علل إجابتك ثم عرضها على معلمتك. شكرا لكم أحبائي، إلى اللقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية.